للغدد دورها وأثرها الكبير في حياة الإنسان وسلامة جسمه. عن دور الغدد وأثرها كان لنا هذا اللقاء مع أحد أخصائي الغدد. الغدد الصماء هي عبارة عن أعضاء موجودة في جسم الإنسان، وسيدة هذه الغدد هي الغدة النخامية التي توجد في المنطقة أمامية في قاع الدماغ. بالطبع هذه الغدة أيضا مأمورة من مناطق عليا من الدماغ، هي ما تحت المهاد، تعمل على تحفيز هذه الغدة النخامية لكي تعمل عملها بإفراز هرمونات الغدة الدرقية المتعددة والتي لها تأثيرات على جميع معظم أمراض الغدد الصماء الموجودة في الجسم. بداية هذه الغدد هي الغدة الدرقية والتي توجد في مقدمة العنق في المنطقة السفلى أمام القصبة الهوائية، ولها وظائف مهمة بالنسبة للإنسان، حيث تعمل على بناء الجسم، بناء العظم، بناء في مرحلة الطفولة الجهاز العصبي والنمو العصبي عند الأطفال. كذلك الأمر تعمل على الاستقلاب بالنسبة لهرمونات الغدة الدرقية. في حالة خلل في الإفراز سواء زيادة أو نقص ينتج عندنا ما تسمى بأمراض الغدة الدرقية، إضافة إلى وجود أمراض أخرى للغدة الدرقية سواء التهابات أو أورام في الغدة الدرقية. أيضا في عندنا تأثير للغدة النخامية على غدد أخرى مثل الغدد الكظرية أو فوق الكلوية في المنطقتي فوق الكلى، وأيضا تعمل تأثير على الغدد التناسلية، حيث زيادة أو إفراز هذه الغدة النخامية على هذه الغدد تعمل على وجود أمراض متعددة لهذه الغدد. أيضا هنالك أمراض أخرى قد تكون الخير مأمورة في من الغدة النخامية، مثل مثلا غدة البنكرياس في خلايا بيتا التي تفرز هرمون الإنسولين والتي يؤدي نقصه إلى ظهور مرض السكري المعروف، وأيضا الغدد جارات الدرقية الموجودة وهم أربع غدد صغيرة جدا بكبر حبة العدس، توجد في زوايا الغدة الدرقية من الخلف وتعمل على تنظيم استقلاب الكلس والفوسفور في الإنسان. أيضا هنالك من الغدد التي نريد أن نتحدث عنها لما إذا كان هنالك خلل من هذه الغدد. في بداية الحديث أريد التحدث عن اختلالات الغدة الدرقية. كما نعلم فإن إفراز الغدة الدرقية ناتج عن زيادة في إفراز هذه الغدة سواء محفز من الغدة النخامية وبذلك يكون الأمر ثانوي، أو من زيادة إفراز من نفس الغدة الدرقية نفسها لهرمونات الغدة الدرقية ويكون هنالك المرض أولي أو ناتج عن خلل في الغدة الدرقية، يؤدي كما تحدثنا إلى إفراط في إفراز الغدة الدرقية. من أعراض هذه الإفراط أن يكون هناك جحوظ في العيون، الإنسان يشعر في حالة تعرق شديد، يشعر في حالة باستمرار، يشعر في حالة خفقان، يشعر في حالة رجفة، وخاصة في اليدين وفي باقي أنحاء الجسم، ولكن تكون ظاهرة أكثر شيء على في اليدين، إضافة إلى وجود حالة اضطراب عصبي ونفسي، يكون الإنسان دوما قلق ومضطرب، وفقدان شديد جدا في الوزن وخاصة إذا كان ذات الإفراز شديدة، مع أنه الإنسان يأكل كثيرا ولكن يكون عنده إفراط في الوزن قد يصل إلى 20-25 كيلو في فترات قليلة. هنالك أيضا قد يكون اختلالات في الحالة التناسلية عند الإنسان قد يؤدي إلى حالة منع أو خربطة في خلينا نقول في حالة الدورة الشهرية عند المرأة، أو قد تصل إلى حد العقم إذا كانت الحالة شديدة جدا ناتجة عن زيادة في إفراز هذه الغدة. هنالك أيضا نقص في إفراز الغدة الدرقية أو خمول في إفراز الغدة الدرقية ناتج سواء عن نقص في تحفيز الغدة من الغدة النخامية أو ما فوق المهاد، أو ناتج عن نقص في إفراز الهرمونات الغدة الدرقية نفسها. في هذه الحالة تكون حالة عكسية للحالة التي تحدثنا عنها، ويكون هنالك خمول كامل، يكون كسل كامل، يكون الإنسان إذا كانت حالة شديدة حالة زيادة شديدة في الوزن، تورم في الوجه، تورم في الساقين، إضافة إلى وجود حالة من النسيان، ووجود تورم أيضا كما تحدثنا في العينين. العلاج في كلتا الحالتين، في الحالة الأولى نعطي
أدوية مضادة لزيادة إفراز الغدة الدرقية، إضافة إلى مضادات بيتا التي تعمل على تخفيض الحالات اللي هي الرعشة وخفقان القلب والتعرق. أما في الحالة الثانية فهي العلاج الوحيد إلها، وهو عبارة عن علاج بالهرمون الغدة الدرقية وهو الثيروكسين. هنالك حالة أيضا هي عبارة عن تضخم الغدة الدرق ناتج عن نقص اليود أو عوز اليود، وهذه في الآونة الأخيرة عملت مسوحات عديدة سواء في الأردن أو في الوطن العربي لتقصي هذا النقص الموجود. وقد عملنا دراسة في الأردن تبين وجود نسبة كبيرة من نقص اليود بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف، وتوصلنا إلى علاج هذه الحالة بإضافة اليود إلى ملح الطعام في مصانع ملح الطعام، واستطعنا بهذه الحالة أن نسيطر على هذا النقص الموجود الذي كان لو بقي قد يؤدي إلى تفحل هذه الحالة ووصول المريض إلى حالة نقص في إفراز الغدة الدرقية وما تحدثنا عنه سابقا من تأثير على جميع أعضاء الجسم وعلى الحالة العصبية عند المرضى المصابين بهذه الحالة. إذن هذه الحالة فقط بإضافة جزء معين من ملح من اليود إلى ملح الطعام استطعنا أن نسيطر على نقص هذه الحالة، ولا حاجة هنالك إلى إضافة أي مستخلص يوجد فيه يود مثل أكل السمك أو مواد غذائية توجد فيها اليود بكثرة. لذلك هذه كانت هي النتيجة لدراستنا التي عملنا بها.